والتي تحصلت على ذهبية ورقم في الألعاب البارالمبية ب 7.10 متر. يكرمها السيد رئيس الجمهورية شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. العداء كرعي عبد الكريم عن ولاية برج بوريريج في اختصاص 1500 متر T38، والذي تحصل على ميدالية فضية في هذه الألعاب، يستلم شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 90 مليون سنتيم. يستلم شهادة تقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية ومكافأة مالية. أقول أنها مكافأة مالية قدرها 48 مليون سنتيم.